تبون تعرفون القصة الحقيقية لعيد الحب؟ هذه المسكينة اللي حاطة شريطة حمراء واللي معلقة وردة حمراء واللي قاعدة تحتفل بهذا اليوم المسكينة اللي تدرون شنو قصة عيد الحب؟ عيد الحب أصله وثني، يعني حتى ما كان من ديانة سماوية، ديانة وثنية. عند الرومان الإغريق كانوا يعبدون آلهة، مو إله واحد، آلهة كثيرة، وعندهم إله اسمه إله الحب أو إله الخصوبة كما في بعض الكتب التاريخية. إله الحب منتصف فبراير كان تقرب إليه القرابين. ومبروك عليكم اللي قاعدين يشترون ورود ويحتفلون، مبروك عليكم الإله الجديد إله الحب. حتى قيل أن هذه الصورة صورة الطفل اللي بجناحين واللي شايل قوس، قيل أنه كان رمزا، قيل أنه كان رمزا لإله الحب. هذا اللي معلق الصورة ولا اللي قاعدة تحتفل، احنا نحب ما نحب، لا لا لا، احنا راح نبين في آخر حلقة ترى حتى الإنسان الطبيعي يحب، لكن في حب، حب حلال وفي حب حرام، في حب مشروع وفي حب ممنوع، في حب ممدوح وفي حب مذموم. أما اللي قاعدين يحتفلون بعيد الحب ترى هذا هو أصله. طيب الفالنتاين من وينه؟ الفالنتاين في القرن الثالث الميلادي أو آخر القرن الثالث الميلادي عند الرومان كانت دولة وثنية، وكان في بعض الكنائس والقديسين أو القسيسين النصارى كانوا موجودين. كلاوديوس هذا كان إمبراطور يوناني، منع الزواج في ذلك الوقت. منع الزواج ليش؟ لأنه كان عنده أن العزاب أقوى في الحروب، فمنعه من الزواج. وكان هناك قديس اسمه فالنتاين، إن صحت الرواية، قد تكون خرافة أصلا، كان في قديس اسمه فالنتاين كان يعقد للناس سرا في الكنيسة، الاثنين يتزوجون يعقد لهم. فلما اكتشف هذا الملك أسره وسجنه ثم ذبحه. فلأجل فداء لهذا القديس اللي اسمه فالنتاين، فداء لفالنتاين، شوف ايش قاعد يصير عندنا في السالمية وحولي والجابرية ودول الخليج العربي. مصيبة، أحد دول الخليج العربي سنويا يورد إليها من الورود الحمراء مليون وربع مليون دولار، كلها ورود حمراء ما شاء الله. ناس قاعدة تموت، ناس قاعدة تموت من الجوع، والناس قاعدة تموت من نقص الدواء، وهذه الورود حمراء علشان شنو؟ علشان عيون فالنتاين ولسواد عيون هذا القديس تضحية له. لا، والقضية وثنية، يعني مرتبطة بإله جديد، بإله آخر. جيلنا ايش قاعد يصير فيه؟ بنات وشباب والله هم كنا في أعمارهم ما كنا نسمع في شيء اسمه عيد حب، ما كنا نعرف. اليوم الواحد يبي يتخلص من مظاهر عيد الحب يروح لندن، أروح لندن ما أشوف شيء، ما أشوف ورود، ما أشوف مظاهر أمام الناس، ما أشوف. وأدخل بعض مجمعاتنا اليوم مصيبة، كأن الأمر صار لا. وشوفوا البدعة الجديدة اليوم، واحد جايب عندنا في السوق هنا يضحكون على الناس، ترى كله غش. الوردة أبو دينار صارت 10، جايب أرانب فرنسية، شوف أرانب فرنسية ليش؟ إيش دخلها بعيد الحب؟ عيونها حمراء، يبي قص على البشر. والله وين وكالات السيارات خلي يبيعون يصرفون السيارات الحمراء، لأن في مهابيل كثير وفي ناس سفهاء ما يعرفون شنو قيمة الفلوس، حاط حق الأرنب شريطة حمراء ورزق المهابيل على المجانين. يعني للأسف صار عيد الحب والله قمة المسخرة. وهل تتوقعون مثل بعض الناس قاعد يكتب لي كتابات يا ليتني قريتها عليكم، ليش أنتم تمنعون الحب؟ أنتم ما تبون حب، وهذا شهر الحب، ما شاء الله عليك ما تعرف تحب إلا بهالشهر. وإذا كان الإنسان صادق خلي يصرف حب لزوجته، خلي الزوجة تحب زوجها. هذا اللي قاعدين الآن الناس تعاني منه، أن جفاء بين العلاقات الزوجية. لكن أغلب، يقول أحد بياعي الورود اسمه جون ما هو مسلم، يقول أغلب الرواد مراهقين ومراهقات، مثل ما راح تسمعون بعدين في التقرير اللي بعد الفاصل. يقول واحد يرسل حق 5 بنات كل واحدة يرسل لها هدية ورود وكأنها الحبيبة الوحيدة في حياته. يقول في بعض البنات نفس العنوان ونفس الاسم أكثر من شاب يرسل لها بوكيه ورد. مسخرة السالفة. وكل واحد يبي يتعرف على بنات قال لي عيد حب، وكل بنت بتتعرف على واحد قالت عيد حب. هذا الأمر عيد الحب يرتبط بعبادة وثنية، إله من دون الله يعبد، اللي عاجبه عاجبه واللي معاجبه ترى هذه قصة عيد الحب. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.